اللي جايه دي. موضوع الارضيه برضو ده شق فني، يعني ده بيطلب من يعني وانس ان كنت هو لسه بيطلب من هقول لك المدير برضه يا الفني. دكتور، لان يعني ده كان شيء مهم جدا كمان. كل حضرتك بتتكلم عليه مهم قوي، كان كمان ارضيه الملعب كمان جزء فني مهم جدا، هتساعد اللعيبه وتساعد يعني وتساعد الجهاز الفني ويطبقه بشكل كويس. كان بيقولوا برضه شويه اصابات بسبب الملعب. لا هو بص، انا هقول لحضرتك، يعني هو ده، يعني احنا لازم نبقى ماشيين بسيستم النادي الاهلي ان انت الكوره بتدار بشكل ليها، يعني اللجنه الفنيه لكره القدم وتحت اشراف الكابتن محمود الخطيب، وعندك المدير الفني طبعا ومدير اداري، يعني الكوره ليها ليها ملف مع الكابتن يعني محمود. ليها بالظبط كده. فانت يعني المواضيع دي بتبقى مواضيع فنيه، ان انت مثلا بالظبط. هتقول تغيير ارضيه التتش او كده، ده لازم بيجي مطلب من المدير الفني كابتن محمود واللجنه الفنيه، ما بيتاخروش يعني، ومجلس الاداره مش هيتاخر ان احنا لو في طلب بحاجه زي كده، أكيد. لان احنا يعني اوريدي دارسينها والمجلس الاداره دارسها وعندنا ليها اكتر من عرض واكتر من شكل ومدروسه. لكن الوقت، يعني انت بتحتاج ان انت في الوقت المناسب اللي هتغير فيه، لان انت عم انت تغير بتشتغل طول اربع السنه خمس شهور، تقريبا بالظبط فمحتاج تروح في مكان في ملعب تاني. تاني خالص. بالظبط. فعشان تروح في ملعب تاني خالص، دي برضو سهله يعني تتجهز يعني من بس النادي عايزه الاهلي، تحضيرات وعايزه لكن هي يعني عايزه لازم، يعني بلاننج قصدي اقول ايه، يعني ده بيبقى حاجه فنيه بحته، يعني طبيعي. زي ما يجي مثلا مدرب يقول لك انا عايز اللعيب ده، انت مش مجلس اداره اللي بيحدد قرر، اللعيب، مش هو اللي طلب بيقرر، في قرار لجنه كوره. لجنه لجنه فنيه، مدير الفني ده اللي بيحددوا المطالب الفنيه للفرقه، فده جزء من المطالب الفنيه. واحنا كلنا ثقه يعني كمجلس اداره بصراحه في الرؤيه اللي ماشي بيها اللجنه الفنيه لكره القدم، طبعا ملف الكرة ويعني هنديله في يعني. تطور جامد جدا حصل في ده القطاع ده، حقيقي، ده حقيقي. مش بس يعني في الفريق او في اللعيبه الجداد اللي بتيجي، لا انت برضو في كل القطاعات اللي بتخدم الفريق، الكوره ده حقيقي. او قطاع الناشئين او لا هنتكلم في ملف ده اللي الكرة كمان يخليني يعني. فده كله يعني، نتكلم. يعني قصدي اقول ان ده جزء من الموضوع ده ده، صحيح، ده وان صحيح. شاء الله في الوقت المناسب لما يجي بيه الطلب طب يعني مش نكمل هنتاخر ان برضو احنا الطفرة نعمله يعني. الإنشائية يا دكتور. يعني هكمل بس عايزة أسأل، كنت بسألك عن برنامج عائلة الأهلي، ايوه كم تم إنجاز، كم في المية فيه من وقت الإعلان عنه؟ يعني انت احنا في برنامج عائله الاهلي عندنا حوالي 80% تقريبا تم انجازهم يعني، ولسه طبعا عندنا بعض الحاجات اللي احنا برضو شغالين عليها دلوقتي، يعني اللي انا بح يعني انا حكيت في حاجات في الجزيره مثلا احنا شغالين عليها، وفي حاجات في مدينه نصر برضو هنشتغل هنحكي فيها، والشيخ زايد، فالكلام ده لما يخلص هتلاقي وهتخلص في وقت قريب تقريبا يعني. ال15% هيخلص يعني لا، عندنا ال20%. حاجات يعني عندنا في حاجات تانية لسه ما بدأناش فيها برضو، يعني هنحكي فيها النهارده هنتكلم بس عليه، يعني، هنتكلم عليه. لكن احنا بنشتغل يعني بقوة جدا ان احنا ننجز كل حاجة وعدنا بيها الناس في البرنامج بتاعنا.